السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم الباشمهندسة حنان. يا رب كلكم تكونوا بخير، ويا رب الناس تكون بتذاكر وبتراجع مديول 8. هنكمل مع بعض الليرنينج سيتويشن اللي بدأناها في مديول 8، وهي السكوتر. عشان كنا نفهم السكوتر شغال ازاي، كان مفروض نتكلم على الدي سي موتور او محركات التيار المستمر، ودي اتكلمنا عنها باستفاضة. الجزئية التانية اللي احنا شغالين فيها دلوقتي جزئية الكنترول. عشان اعمل كنترول للسكوتر يبقى مفروض ان احنا هنتكلم او ندرس تغيير السرعة وتغيير الاتجاه والفرملة او البريكنج. يبقى عندي الكنترول بينقسم الى 3 اجزاء: تغيير سرعة، تاني حاجة تغيير اتجاه، تالت حاجة اللي هي الفرملة او البريكنج. اتكلمنا الفيديو اللي فات على تغيير السرعة. الفيديو ده اللي هنعمله ان احنا هنتكلم على او هنراجع سريعا على التشوبر او تغيير السرعة، وهنحل مع بعض بعض اجزاء من الشيت، وهنتكلم على انواع التشوبر وازاي ازود الجهد او اقلله. طيب، تغيير السرعة. السرعة مرتبطة عندي بالجهد، يعني السرعة بتتناسب طردي مع الجهد. السكوتر داخله جهد دي سي ثابت. عشان أحصل على سرعة متغيرة يبقى مفروض أحول الجهد الدي سي الثابت ده إلى جهد دي سي متغير. عشان أغير الجهد، أول حاجة بتيجي في مخيلتي أو في دماغي إن أنا هستخدم مقاومة متغيرة. طيب، ليه ما استخدمتش المقاومة المتغيرة؟ عشان أغير سرعة السكوتر. ده اللي هنشوفه مع بعض في المثال الأول عندي في الشيت. بيقول لك عندك محرك بتستخدم مقاومة متغيرة لتغيير سرعة المحرك. المقاومة المتغيرة مقدارها 100 أوم. عاوز يحسب القدرة اللازمة للمقاومة في الحالات إن المحرك عندي بيسحب تيار 100 ملي أمبير، وفي حالة إن المحرك بيسحب تيار قيمته 1 أمبير. طيب، لما بروح أشتري مقاومة أهم حاجة عندي إن أنا أبقى عارف قيمة المقاومة وعارف المقاومة دي قدرتها كام. تمام؟ طيب، عشان أعرف قيمة القدرة أو أحسب قيمة القدرة لازم أعرف اللود عندي أو المحرك عندي بيسحب تيار كام. هنرجع مع بعض نفتكر قوانين القدرة اللي أخدناها في مديول 1. القدرة كان ليها عندي 3 قوانين. أول قانون اللي هو في تربيع على R. تمام؟ القانون الثاني البي بتساوي الR في الI تربيع. القانون الثالث اللي هو البي بتساوي الفي في الI. طيب، هو اداني إن المقاومة المتغيرة قيمتها 100، ومديني قيمة التيار اللي بيسحبه المحرك، فبالتالي هستخدم القانون اللي بيقول لي إن البي بتساوي الآي تربيع في الآر. طيب، الآي 100 × 10^3 ليه؟ عشان ملي أمبير، ما ننساش نضرب في 10^3. الكل تربيع، لأن عندي مين؟ آي تربيع في 100 اللي هي قيمة مين؟ المقاومة. هيطلع عندي مقدار القدرة 10 وات. لما أروح أشتري مقاومة متغيرة مقدارها 100 أوم والقدرة بتاعتها 10 وات، هتبقى المقاومة صغيرة وأقدر أحطها في دايرة الكنترول، فما عنديش مشكلة. يعني لو عندي محرك بيسحب تيار 100 ملي أمبير أقدر أتحكم في السرعة بتاعته باستخدام مقاومة متغيرة، ما عنديش مشاكل. طيب، قال لي لو المحرك بيسحب تيار قيمته 1 أمبير، هقول إن القدرة بتساوي الآي تربيع في الآر. الآي كام؟ 1، يبقى 1 تربيع في 100 اللي هي قيمة المقاومة. يبقى ساعتها المحرك هيحتاج مقاومة متغيرة قيمتها 100 أوم بقدرة 100 وات عشان أشتري قيمتها 100 وات. ده بيبقى شكلها، فبالتالي محتاجة أخلي دايرة الكنترول كبيرة جدا، صعب إن السكوتر يستوعبها. تمام؟ ومن هنا جه فكرة الـ DC chopper.
ولأن حجم المقاومة كبير وصعب إن أنا أستخدمه في دايرة الكنترول بتاعة السكوتر، عشان كده كان لازم أشوف مقاومة، كان لازم أشوف كومبوننت بتستحمل مقاومة عالية وفي نفس الوقت حجمها صغير. ومن هنا جه استخدام الدي سي شوبر. الشوبر زي ما أخدنا المرة اللي فاتت إن هو عبارة عن ترانزستور، سواء ترانزستور بي جي تي أو موسفت أو أي نوع من أنواع الترانزستور و أو ثيرستور، تمام؟ التشوبر بيعمل إيه؟ بيحول لي الدي سي الثابت إلى دي سي متغير، تمام؟ كده الدنيا تبقى وضحت أكتر بالنسبة لي ليه بستخدم شوبر ومش بستخدم مقاومة متغيرة، لأن دايما السكوتر بيسحب تيار عالي، التيار العالي ده بيحتاج مقاومة ليها قدرة عالية، المقاومة اللي ليها قدرة عالية هيبقى حجمها كبير، فصعب إن أنا أحطها في دايرة كنترول صغيرة يقدر يستوعبها مين؟ السكوتر، تمام؟ طيب هنيجي للسؤال التاني في الشيت. السؤال التاني في الشيت بيراجع لي شوية مبادئ أخدناها في مديول 6. المبادئ دي هحتاجها عشان أكون فكرة التشوبر شغال ازاي. بيقولك عندك دايرة كهربية، وصل الدايرة دي او كمل الدايرة دي بحيث ان الموتور يشتغل. طيب عشان الموتور يشتغل انا مفروض اوصل جهد على الجيت بتاع المصري. وصلنا الجهد، طيب لو قلتلك هو الجهد على الموتور قيمته كام؟ هتقولي ده على حسب قيمة الجهد اللي على الجيت. كل ما زاد الجهد على الجيت بيزيد التيار اللي بيعدي في الجيت، فكده الترانزستور بيقفل، بيبقى عبارة عن سويتش مقفول. السويتش المقفول ده بيبقى ليه قيمة مقاومة اللي هي احنا بنسميها الـ RDS. كل ما زاد الجهد على الجيت بتقل قيمة الـ RDS، فبالتالي بيقل الجهد على مين؟ المصفي، تمام؟ يعني أنا لو الجهد هنا خليته مثلا 24 هنلاقي الجهد على المصفت عبارة عن 3 أو 4 فولت، فبالتالي الجهد اللي فاضل هيروح لمين؟ للموتور، فبالتالي الموتور هيبقى عليه جهد عالي وهتبقى سرعته عالية. طيب بيقول لك الموتور أو المحرك بيتحرك باستمرار في الدايرة ولا بيتحرك وبيقف مع ذكر السبب؟ المحرك منطقيا المحرك بيشتغل على طول، لان طول ما المصفت طول الوقت عليه جهد دي سي يبقى المحرك هيشتغل على طول، تمام؟ يعني الجهد اللي طالع على المحرك جهد دي سي. لو المصفت عليه بيستهلك 3 فولت يبقى الموتور بيستهلك او بيعدي فيه ال 21 فولت، تمام؟ طيب هندخل دلوقتي في جزئية الدايرة اللي قدامك دي هي دايرة التشوبر؟ لا. طب ايه الفرق بين الدايرة دي ودايرة التشوبر؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. دايرة الدي سي تشوبر زي ما اخدنا الفيديو اللي فات هي عبارة عن دايرة فيها ترانزستور ولود، بصرف النظر اللود دو موتور او مقاومة او حتى لمبة، تمام؟ بس الفكرة ان البيز او الجيت بتاع الترانزستور داخل عليه جهد متغير، يعني فترة بيبقى ماكسيمم جهد متغير، اقصد بيه متغير يعني هو دي سي بس متغير مين؟ القيمة، بيبقى فترة ماكسيمم وفترة واصل للزيرو، تمام؟ فبالتالي الجهد اللي خارج على اللود او الموتور في الفترة اللي بيبقى الجهد فيها ماكسيمم الترانزستور بيبقى مفتاح مغلق، بيبقى مقفول، تمام؟ فبيبقى الجهد اللي طالع على اللود قيمته ايه؟ ماكسيمم، وبالتالي بيمر التيار، طول ما فيه جهد يبقى فيه تيار، تمام؟ طيب في الفترة اللي بيبقى فيها الجهد زيرو، تمام؟ الترانزستور بيبقى عامل كأنه مفتاح مفتوح، مفتاح مفتوح يبقى اللود أو المقاومة هنا مش هيعدي فيها جهد، يبقى الجهد هيبقى زيرو والتيار بالتالي هيبقى زيرو، تمام؟ طيب انا دلوقتي الدي سي تشوبر بيغير لي الجهد من جهد دي سي دي قيمة
مثلا قيمة عالية إلى جهد دي سي ليه قيمة أقل أو ليه قيمة إيه أعلى، تمام؟ لكن الفكرة عندي دلوقتي إن أنا لو وصلت دايرة زي دي، اللي هيحصل عندي إن الموتور هيتحرك شوية وبعد كده يقف، ودي مشكلة. أنا عاوزة الموتور يتحرك باستمرار بس بسرعة أقل أو بسرعة أعلى، تمام؟ عشان أحل المشكلة دي مفروض إن إحنا نتكلم على الدايرة اللي قدامنا، إن أنا عندي الموتور بيبقى متوصل معاه على التوالي كويل. إيه فايدة الكويل في الدايرة؟ أول حاجة أنا في الفترة أو الزمن اللي بيبقى فيه التي أون، اللي هي الفترة اللي بيبقى فيها الجهد ماكسيمم، هيبقى عندي الجهد اللي طالع على الموتور. هنا المفروض يا شباب فيه موتور، تمام؟ يبقى الجهد اللي خارج على الموتور بيبقى ماكسيمم، فبيبدأ التيار يشحن لغاية ما يوصل للقيمة الماكسيمم. طيب في الفترة اللي يبقى فيها التي اوف أو الجهد بيساوي الزيرو اللي داخل على البيز، هيبقى الكويل ده بيفرغ. احنا قلنا كده الكويل بيشتغل كأنه بطارية، لأن هنا الترانزستور هيبقى مفتوح، فالكويل هو اللي هيفرغ في مين؟ في الموتور. هيفرغ في الموتور، فالتيار عندي هيفضل يقل لكن مش هيوصل للزيرو، تمام؟ وهكذا في بقية البيريود. طيب كل ما زودت قيمة الكويل، كل ما قل عندي التغير في الجهد، يبقى التيار هيشحن هيوصل للماكسيمم، هيجي بعد كده اما ازود قيمة الكويل هيحصل تغير في التيار، بس مش هيبقى تغير كبير في التيار، وبعد كده هيبدأ يشحن تاني تمام، يبقى قيمة التغير في التيار بتقل، تمام؟ ده فايدة الكويل في دايرة التشوبر. يبقى أنا كده حليت مشكلة، هو ما حليتهاش كاملة، في تغير في التيار وفي تغير في السرعة. أنا دلوقتي عاوزة أوصل لدي سي ثابت، مفيش تغير في السرعة أو الجهد، وده اللي هنعمله في الدوائر اللي جاية، تمام؟ ازاي دلوقتي انا كنت بشرح الكونسبت او المبدأ اللي بتشتغل بيه دايرة التشوبر، لكن ايه الحاجة الاساسية اللي بعملها في التشوبر بتخلي الجهد يتغير؟ بغير في حاجة اسمها البالس ويدث ميديوليشن، وبغير في الفريكونسي اللي هو التردد. ده اللي هنشوفه، تمام؟ البالس ويدث ميديوليشن، انا اما يبقى عندي اما بدخل بلس على الجيت او البيز بتاع ترانزستور، بتدخل البلس ليها زمن تي اون وزمن تي اوف، اللي هو اللي بسميها البيريد، والبيريد كلها مجموع التي اون والتي اوف، ده اللي بسميها التي او البيريد، اللي هي بتساوي واحد على اف. الديوتي سايكل بقى او البلس ويدث ميديوليشن، ازاي بغير في البلس ويدث ميديوليشن؟ انا بغير في الزمن التي اون، التي اون بزوده او بقلله على حسب انا عاوزه اعلي الجهد ولا اقلل الجهد. فخلينا دلوقتي مع بعض عارفين ان في حاجه اسمها ديوتي سايكل، الديوتي سايكل بتساوي التي اون على التي، تمام؟ في 100. طيب لو اداك ويف او بلس زي دي وقال لك احسب لي الديوتي سايكل، الديوتي سايكل قلت ان هي بتساوي التي اون على التي، تمام؟ يبقى انا عندي التي اون هنا كام؟ الفتره اللي بيبقى فيها الجهد ماكسيمم 5 على التي، التي اللي هي مجموع التي اون زائد التي اوف، هو مديك هنا التي اوف برضو 5، يبقى مجموعهم على بعض كام؟ 10. يبقى الدي بتساوي الخمسه على العشرة في 100، تمام؟ يبقى هيساوي كام؟ هتساوي 50، تمام؟ طيب لو اداك تاني ويف زي دي، قالك الجهد الزمن اللي شغالة فيه 2 ثانية، والزمن الكلي اللي هي تي 8 سكند،
يبقى انا عندي ديوتي سايكل بيساوي 2 اللي هي التي اون على الـ8 اللي هي التي الكليه. يبقى انا عندي كده الديوتي سايكل اللي هو 2 على 8 في 100 هيديني 25. ده مين؟ الديوتي سايكل. يبقى اول الجزئيه اللي خدناها دلوقتي ان انا عشان اغير في الجهد لازم اغير في البالس ويدث ميديوليشن والفريكوانسي. ايه هو البالس ويدث ميديوليشن؟ البالس ويدث ميديوليشن يعني انا بغير في التي اون، سواء بقللها او بزودها. تمام؟ طيب اقللها او ازودها بناء على حاجه اسمها الديوتي سايكل. الديوتي سايكل ده هنلاقيه في الفانكشن جنريتور، فانكشن جنريتور او في برامج السيميوليشن. نقدر نغير فيه، نقول له غير لي الديوتي سايكل بنسبه 50%، غير لي الديوتي سايكل بنسبه 25%، وهنشوفه مع بعض قدام في برنامج السيميوليشن. طيب الديوتي سايكل اما اجي احسبها بالحسابات الحسابات العاديه هقول اللي هي تي اون على التي. تمام؟ وخدنا امثله على اللي هو مين، ازاي احسب الديوتي سايكل. احنا كده دلوقتي بدانا نرتب افكارنا. انا بستخدم البلس ويدث ميديوليشن عشان اغير الجهد في دايره مين، التشبر. يعني بيبقى عندي داخل لي مثلا جهد 12، بيطلع لي لو انا عاوزه اقلله يبقى مثلا اطلعه جهد 6، بس الفكره ان هو يبقى ثابت. انا دلوقتي بدور ان الجهد ده يبقى ثابت، فاللي بيعمله البلس ويدث ميديوليشن ان هو بيغير لي الجهد وفي نفس الوقت بيبقى مثبته عند القيمه. يعني هتبقى هنا 6، يبقى الستة ثابته طالع جهد مين؟ ثابت دي سي. طيب لو البلس ويدث ميديوليشن قيمه الديوتي سايكل كانت 25%، معنى ان هي 25% يبقى التي اون اقل من قيمه مين؟ التي اوف. تمام؟ فالتيار عندي بيفضل يزيد، وبعد كده بيجي في الفتره اللي البلس فيها بتبقى بزيرو التيار بيفضل يقل لغايه ما يوصل للزيرو، وهكذا في الدوره اللي بعديها. تمام؟ طيب لو عندي الديوتي سايكل 50%، التيار هيفضل 50%، يعني التي اون بتساوي التي اوف، يعني التيار بيفضل يزيد وبعد كده التيار بايه بيفضل يقل بس ما بيوصلش للزيرو. تمام؟ فانا كده وصلت الى استقرار شويه في التيار، ما بيوصلش للزيرو. لو زودت الديوتي سايكل ل90% يبقى التيار بيزيد وبيقل، بس بيتغير التيار بدرجه اقل من التغير ساعه ما كانت الديوتي سايكل كانت كام؟ 50%. يبقى انا كده عندي حاله الاستقرار في التيار او في الجهد هتبقى اعلى. تمام؟ يبقى دي فايده مين؟ البلس ويدث ميديوليشن. يبقى انا اخدت عشان اغير الجهد بغير البلس ويدث ميديوليشن وبغير الفريكوانسي. البلس ويدث ميديوليشن بغيره ازاي؟ بغير في زمن التي اون، سواء بقللها او بزودها. تمام؟ الفريكوانسي، الفريكوانسي بغير عدد البلس في الثانيه. تمام؟ يعني انا دلوقتي هنا عندي بلس واحده او بلس واحده في الثانيه، لكن هنا عندي بلسين في الثانيه، فكل ما زاد عدد البيريود كل ما قل التغير في التيار، بوصل لحالة الاستقرار في التيار. زي بالظبط يا شباب لما كنا بناخد عندي اما ادخل تيار اي سي، تيار الاي سي بشغل بيه مثلا اللمبه، اللمبه مش كل ما بزود الفريكونسي ما بحسش بالتغير في التيار او التغير في الجهد، بلاقي اللمبه بتنور على طول مع ان هي في الواقع المفروض تنور وتطفي، بس زياده الفريكونسي بتحسسني ان انا مدخله لها جهد دي سي. تمام؟ ده بالظبط الفكره في ان انا ازود مين، الفريكونسي. يبقى انا دلوقتي عشان اغير في الجهد بتاع التشوبر بغير في البلس ويدث ميديوليشن وفي نفس الوقت بغير في الفريكونسي. عندي مساله في السؤال في الشيت بيقول لي، مديك الرسمه زي دي وبيقول لك عندك المحرك هيتحرك باستمرار ولا لا يتحرك ولا يتحرك ويتوقف مع ذكر السبب. طيب يا شباب انا عندي انا دلوقتي مدخله ايه على الجيت، مدخله بلس
يعني في فترة بيبقى الجهد ماكسيموم، وفي فترة الجهد بيبقى واصل للزيرو. فمعنى كده المحرك هيحصل له ايه؟ معنى كده المحرك هيتحرك ويتوقف. ليه؟ عشان انا في فترة اللي بيبقى فيها ماكسيموم المصفت ده بيبقى مفتاح مغلق، مفتاح مغلق يعني هيعدي جهد، فالجهد هيبقى مين؟ ماكسيموم. طيب في الفترة اللي بيبقى البلس فيها قيمتها زيرو، المصفت ده بيبقى مفتوح، فبيبقى واصل الجهد مين؟ للزيرو. تمام؟ طيب عشان أوصل الجهد ما يوصلش للزيرو بعمل إيه؟ هنستخدم هنعمل بالس ويدث ميديوليشن، نزود الديوتي سايكل، هزود الديوتي سايكل اللي هو بزود التي اون، او بغير مين الفريكوانسي. تمام. الدي سي شوبر ليه انواع كتير، هناخد منهم او هندرس منهم نوعين اللي هو الستيب اب والستيب داون. ستيب اب من معنى الكلمة كده ان هو بيزود الجهد، يعني انا مثلا عندي جهد 6 عاوز اخليه 12، جهد 3 عاوز اخليه 25، يعني انا برفع الجهد. طيب الستيب داون بيبقى عندي جهد عالي عاوز اقلله، يعني عندي 12 هوصلها ل مثلا 4. تمام. يبقى انا بحدد القيمه وبحسبها من خلال قوانين هناخدها دلوقتي. اول حاجه الستيب داون. الستيب داون عباره عن دايره زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، عباره عن ترانزستور داخل عليه بالس، باختلاف بقى هو ترانزستور بي جي تي ولا ترانزستور موسفيت. يبقى انا داخل عندي هنا على الترانزستور او الترانزستور هيبقى داخل عندي بالس، البالس دي فتره بتبقى تي اون وفتره بتبقى اوف. تمام. وبعد كده متوصل مع ترانزستور على التوالي كويل. الكويل قلنا فايدته ايه؟ ما بيخليش التيار يوصل للزيرو. الفتره اللي بيبقى فيها ترانزستور فاصل الكويل ده بيشغل مين؟ اللود، ومتوصل معاهم على التوالي اللي هو اللود او الموتور. تمام. هحسب ازاي ال V output او الجهد اللي خارج عندي على الموتور. الجهد اللي خارج عندي على الموتور او اللود عموما، ال V output بتساوي الديوتي سايكل اللي هي T on على T في ال V input اللي هو الجهد اللي داخل. تمام. طيب الديوتي سايكل قلنا اللي هي التي اون على التي. نيجي بقى نشرح دايرة الستيب داون بتشتغل ازاي بالتفصيل. اول حاجة انا هنا كان عندي ايه؟ ترانزستور. الترانزستور اما يكون داخل عليه ماكسيموم فولت، يبقى انا داخل عليه دلوقتي ماكسيموم فولت، يبقى الترانزستور هنا مين؟ عمل كسويتش مقفول. تمام. فالتيار هيعدي كده. تمام. وهيشتغل الموتور، وفي نفس الوقت الملف هيحصل له ايه؟ الملف هيشحن. تمام. طيب يبقى اول حاجه دخل عليه فولت ماكسيمم، هيبدا التيار يزيد. دي اول ايه؟ أول فترة في البلس اللي هي بيبقى فيها الجهد ماكسيمم. تمام. هنيجي الجزء بعد كده، أول ما بيوصل مين الجهد للزيرو، الجهد عندي هنا واصل للزيرو، يبقى الترانزستور هيفتح. تمام. الترانزستور هيفتح، هيبقى مفتاح مفتوح، فكده عندي الدايرة مفتوحة. الكويل يبقى التيار هيعدي كده بقى. الكويل عندي هيشتغل كأنه بطارية، يعدي لي تيار في مين؟ في الموتور أو اللود. تمام. يبقى في الأول أما كان التشوبر عليه جهد موجب أو جهد ماكسيمم،
التشوبر ده هيقفل، فبالتالي هيعدي التيار في اللود وهيبقى قيمة ماكسيمم. طيب اما البلس اللي دخل عليه زيرو، التشوبر فتح، لكن اللي خلى اللود يستمر في حركته او الموتور يستمر في حركته مين؟ الكويل، لان الكويل اشتغل كأنه بطارية، كان هو ساعتها شحن فبدأ يفرغ في اللود. طيب ايه فايدة الدايود عندي هنا؟ الدايود عندي هنا لحماية الترانزستور، لان التيار بعد ما يعدي في اللود لو ملقيش مسار يفضي فيه التيار هيروح يفرغ التيار ده في مين؟ في الترانزستور، فبالتالي الترانزستور ممكن يتحرق. ففايدة الدايت ان هو بيوفر لي مسار بديل للتيار، تمام؟ فالفترة اللي بيبقى فيها الجهد بزيرو هيبدأ الملف هيبدأ يفرغ في اللود، فبالتالي هيعدي تيار ويفضل يقل. لو فترة التي اوف كبيرة فبالتالي هيفضل فترة الموتور مش شغال، لكن لو قللت الفترة بتاعة التي اوف يبقى الموتور مش هيوصل للزيرو ومش هيفصل، تمام؟ طيب ده بالنسبة لمين؟ للستيب داون. وده اللي كنا بنتكلم عنه، ان انا دلوقتي لو زودت التي اون عن التي اوف يبقى الفترة اللي بيتغير فيها التيار هتبقى قليلة، التيار مش هيوصل للزيرو، التيار زاد لغاية ما وصل للماكسيموم، وبعدين اما اشتغل الكويل كبطارية بدأ يفرغ، بدأ يفرغ عندي، فالتيار بدأ يقل لكن ما وصلش للزيرو، لأن الفترة اللي فاصل فيها أو البلس فيها تي أوف قليلة، تمام؟ دي الجزئية اللي كنا بنتكلم عنها، إن أنا كل ما زودت فترة التي أون التغير في التيار هيبقى قليل ومش هحس بالتغير في سرعة مين؟ الموتور، تمام؟ يا رب تكون الجزئية دي واضحة ازاي بيشتغل كاست